المغربي كيحس براسو بلي راه حتى واحد ما مديها فيه. غتسحبوا هذوك خوتنا ووليداتنا الله يحفظ الجميع اللي مشاو لاحوا روسهم في البحر وتخرج لاحوا واقفين دابا هذا الصباح هذا عاوتاني باغيين يدخلوا من الباب التحتاني اللي في الدوره ديال مليليا، او لا الاخرين اللي كيمشيو باغيين يحرقوا في الباطيره، او لا ذاك اللي كيصايب دوسي ديميغراسيون باغي يمشي لكندا ولا باغي يمشي لسنغافوره ولا كذا. راه عباد الله ما كتمشيش دائما بسبب الفقر، بل اغلب من يذهب ليس بسبب الفقر، الا حددنا ذاك الفقر ديالنا ما لاقي ما ياكل، ليس اغلبهم يذهب بسبب الفقر، لكن يذهب لانه لا يحس ان هناك جهه تهتم به، ويعيش الوهم بحسب ما يراه في الاعلام ان هناك سوف يجد من يهتم به فقط لا غير. علاش عباد الله كتهز كلعه وكتلاح في الماء؟ فاذا اظهرنا للناس اننا نهتم بهم ونحمل همهم واننا نشتغل من اجلهم، الناس سيتفاعلون معنا بشكل ايجابي اكثر. وهذا نداء راه ماشي غير الاخوه مثلا الحركه اللي هم مصادفينها، سامحونا صادفتونا ندمناكم، وانما هو نداء عام اللي يقدر يهز الطرف هذا ويلوحوا الافاق الدنيا يلوحوا له باش يعرف كل واحد راه عليه مسؤوليه. تخيل معايا وليدات الى حسوا بروسهم بلي الاباء والامهات ديالهم، الاباء والامهات ديالهم كاع فيق لهم كاع من النعاس. تخيل وليدات كيحسوا في شي اسره ان باهم ما مهتمينش به، راه والله ما يبات في الدار الشرفه، اول فرصه تجيها اول فرصه تجي يضوء يزيد ما يبقاش يتلفت لهذيك البلاصه. اذا المساله مساله اهتمام. اذا بحال الشيء نرجعوا حنا للنقطه هذه اللي كنا كنتكلموا فيها. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.